التغييرات اللي صارت مؤخرا في مجال العروض العقارية في كندا نحب نسمعها من مصادرها الرئيسية. لذلك أنا متخصص في مجال القروض العقارية الأخ والصديق ريت صقر، اليوم ويانا من الرويال بانك أوف كندا، من واحد من أكبر البنوك في كندا، ويانا أيضا هشام شيخ الأرض زميل وأخ عزيز وشريكنا في مجال العقارات. فريت نرحب بك اليوم في هذه الحلقة، إن شاء الله تقدم لنا معلومات مفيدة وتنطينا آخر التحديثات وآخر القرارات اللي صارت في مجال القروض العقارية. إن شاء الله. شكرا جزيلا نزار، صار فترة. بس always a pleasure. شكرا. الحكومة الكندية والجهات المسؤولة عن financial institutions مثل OSFI وCMHC بالفترة الأخيرة مع الحكومة الفيدرالية أعلنوا عن بعض التغييرات اللي صارت. قبل حوالي أسبوعين ونص كان أكو إعلان من الحكومة الفيدرالية بتغييرات للـ First Time Home Buyers. كان في السابق من ناحية الـ Insured Mortgages اللي هو إحنا بالدارج نقول أقل من 20% down payment. كان في السابق الليمت هو مليون والأمورتايزيشن 25 سنة ماكسيمم فترة استهلاك القرض. طبعاً لما تكون أنت تبني فترة الاستهلاك على مدة أقصر تحتاج دخل أكثر حتى أنت تأخذ نفس المبلغ اللي تريد تأخذ ما تأخذ على 30 سنة. لو من تأخذ 30 سنة يسترتشين يعني الفترة الزمنية وتقسط الدفعات عليها فتنزل الدفعة الشهرية وبالتالي تقدر تقترض مبلغ أكبر. التغييرات اللي صارت هي انه بعد ما سمحت الحكومة الكندية اذا كنت first time home buyer وتشتري من builder كان سمحوا بالبداية انه تعمل 30 سنة amortization. اجوا قبل اسبوعين ونص وقالوا تغييرات اضافية، مو شرط انه انت تشتري من builder، لكن ك first time home buyer الان اذا تشتري باقل من 20% بامكانك ان تصعد إلى 30 سنة فترة الاستهلاك. هذه بحد ذاتها تزيد من الـ serviceability capacity للابليكنت. فكان هذا التغيير الأول. التغيير الثاني بعد ما كان الليمت على uninsured على الinsured mortgages القروض المؤمن عليها مليون دولار رفعوا الليمت إلى المليون ونص. طبعاً من تأخذ هذا بنظر الاعتبار خارج أونتاريو خارج بريتش كولومبيا كمقاطعات قد لا يبدو التأثير كبير، لكن لما تأخذ بنظر الاعتبار مستوى الأسعار اللي وصلت في بريتش كولومبيا وأونتاريو لا هذا يسمح لفئة معينة من الناس بالدخول إلى الماركت. فإذا تريد تفكر انه منو هذا الشخص اللي راح يشتري داون بيمنت اقل من 20% لكن هو راح يدخل على مليون ونص برايس تاج، البروفيشنلز يونج بروفيشنلز اللي عند او يونج كابل ذير بوث ان بروفيشنال كاباسيتي، يعني طبيب محامي اي تي بزنس مان عنده بزنس لكن الكاش اللي الاكسس تو كاش مو كبير جدا لكن الدخل موجود، لأنه يعني عادة السلف امبلويد يعيدون استثمار أموالهم في البزنس تبعهم سو دائما ما يكون السيولة عندهم قليلة. كان هذا التغيير الأول وأعتقد هو تغيير جيد بعض الشيء، لكن مدى تأثيره أتصور تأثيره راح يكون أكبر لما يكون ببندل مع تغييرات أخرى أكثر بكثير مما أن يكون تغيير بحت. فعلا وراها بأسبوعين ونص إلى أسبوع الفات الأسبوع هذا المضى OSFI اللي هو Office of Superintendent for Financial Institutions هي الجهة الرقابية والتشريعية لكل الأمور المصرفية في كندا بعد أن فرضوا ما يسمى بالستريس تيست بال 2018 إجوا وقالوا أنه اعتبارا من يوم 21/11/2024 لما يصير للمورجج هولدر ماتشوريتي بالمورجج ويحب يحول من بنك ممول الى ممول اخر لا يخضع الى الستريس تيست بالكواليفيكيشن بروسيس او عمليه تاهيل القرض. اللي يصير انه اللي ما يعرف ما هو الستريس تيست، الستريس تيست هو كوشن لتاهيل المعامله. فانت اليوم او هشام دا يجي ياخذ قرض من ريت قد يكون الانترست ريت 3%
لما أأهل المعاملة أو أأهل قدرة هشام على الاقتراض أضيف 2%، حتى فيما إذا لو وصل سعر الفائدة إلى 2% أعلى ما هو عليه اليوم، هل يستطيع تحمل التسديد دفعات أم لا؟ بالتأكيد فترة كورونا أو كوفيد الـ interest rate كان 1.6-1.7، لما تيجي تسوي تأهيل المعاملة تضيف 2% يصير 3.7. The 3.7 هي يعني راح تعطيك مبلغ معقول. كلما يزداد qualifying rate اللي هو الـ rate زائد الـ stress test، كل ما تقل الكمية اللي تقدر تقترضها. فكانت الأمور طبيعية في فترة كورونا لأنه الريت كان منخفض جدا. لما نسوي فاست فورورد لفبراير 2022 فصاعدا، بدأ الريت يصعد إلى أن وصل لكواليفيكيشن ريت إلى 9% في بعض الحالات. يعني لما تأخذ هوم لاين بلان أنت نيجي نسوي كواليفاينج بروسس نسويه على 9%. 9% معناته أنت أشبه بأن تضرب الدخل قبل، بعد أن كنا نضربه في 5 أضعاف صرنا نضربه في 3.1 أو أقل. أيضا كان الموضوع صعب جدا للأشخاص اللي أخذوا قروض حتى يحول من بنك إلى بنك آخر ويقدر يستفاد من تخفيضات بروموشنز، هاي الأمور كليتها. الآن راح تصير العملية أسهل، فتعطي للكونسيومر الخيار بأن يحول من ممول إلى ممول آخر يعني سهولة أكثر. من تأخذ هاي التغييرات بنظر الاعتبار كباكيج واحد وفي بيئة عامة، بيئة اقتصادية عامة، الريت في انخفاض slope is downwards، أعتقد هاي ممكن تحفز الحركة والنشاط بالسوق العقاري بالفترة القادمة. Okay. إذن كل القرارات اللي ذكرتها وهاي التغييرات كلها هي تحفيزية. الهدف من عندها هو تحريك السوق أو تحريك الاقتصاد بشكل عام، وبالتالي تحريك السوق العقاري، التحركات العقارية اللي هي كانت في حالة شبه سبات خلال الأشهر الماضية. حتى نشوف تأثيرات هذه القرارات بشكل واضح على أرض الواقع، من وجهة نظرك كم نحتاج وقت حتى تصير هذا الشيء؟ أنا أتخيل لما تسوي الدراسة على external factors و internal factors، التغييرات regulatory، التغييرات القانونية عادة هي تعتبر من العوامل الخارجية للتأثير على مسألة معينة. تغيير بالماركت لا يعتمد على طبيعة هاي التغييرات، وإنما يعتمد على طبيعة استلام الكونسيومرز أو استجابة الزبائن إلى هاي التغييرات. المشكلة الحقيقية الآن هي صحيح أكو affordability issue، لكن أكو lack of trust، lack of confidence، ماكو ثقة عالية جدا من الكونسيومر بالماركت، بالريال استيت ماركت، مثل ما كانت مقارنة بأربع سنوات فاتت. هذا الشيء اللي الناس اللي تستثمر بالستوك ماركت وبالفاينانشال ماركت يعرفوه كل زين، انه طبيعه التحرك، التغييرات هي مو التغييرات بحد ذاتها، وانما الكونفيدنس ليفل للماركت نفسه. انا اتصور برايي، طبعا اكون قابل للصح او الخطا، انه الباكج من التغييرات اللي هي تسهيل الاقتراض، خفض نسبه الفائده، إذا كان فعلاً صار مثل ما الحكومة تخطط حالياً إنه تريد ترفع من عدد البناء والمشاريع التطوير، وهاي طبعاً لحد الآن هذا الموضوع يعني هاي فئة غير واضح، غير واضح بعده، والحقيقة ماكو مسار إلى أنا أقدر أفتهمه على الأقل. لكن كحزمة من التغييرات أنا أتخيل إنه خلال الست أشهر القادمة راح نشوف الآن أكو حركة خفيفة، لكن خلال الست أشهر القادمة راح تجي فئة معينة من المشترين اللي هم الآن هاي التغييرات راح تأثر عليهم، تسمح لهم يدخلون إلى الماركت، قد يتسببون في حركة معينة. يتبع هذا الحراك عادة الفومو، fear of missing out، يوجد فئة أخرى اللي هي ما كان عندها confidence كبير، هاي من تشوف حركة بالسوق هم تتحرك وفئة تسحب فئة. أعتقد لسه ما بديت، لكن أنا لاحظت نزال فرق كتير كبير في الشوينجز
عدد المرات اللي عم بطلبوا فيها. يعني في ليستينجز عندي صار اشهر ما في شوينجز ابدا, فجاه بدي يجيني 2-3 شوينجز باليوم. هذا شو معناها؟ هذا معناها انه الناس عم تحضر حالها, بجوز لسه ما تحركت لكن عم تحضر حالها لتنقض. هذه الكلمه قد تكون تعبيريه صحيحه, انقضاض وقت اللي بيحسوا انه الماركت حيتحرك. اعتقد هذا الشيء انا بتفق معه انه حيكون اقرب مما نتصور. انا من اراقب الاحصائيات او عدد المبيعات, لان دائما اسوي دراسات للسوق واشوف التحركات اللي صارت مثلا شهر عن شهر. نعم. النصف الثاني من شهر سبتمبر الشهر الحالي عدد المبيعات فاقت شهر اغسطس كله, شهر الثامن كله. فاحنا 100% الخريف حاليا هو افضل من الصيف, واللي هو هذا شيء طبيعي. يعني خلال السنوات السابقه دائما يكون عندنا بالخريف, يصير عندنا سوق بالخريف, بس من نقارن شهر عن شهر ف 100% صار عندنا تحركات عقاريه بهذا الشهر. بس ما تفضل اخي هشام, عندنا الحجوزات على العقارات اللي كانت معروضه للبيع صار لها اشهر بالسوق, بدينا نشوف عدد اكبر من الناس يريدون يشوفوها. هذا الشيء الاخر. الاوبن هاوس من نسوي يوم بيت مفتوح شفنا زوار اكثر بدوا يجون على البيوت, وبدت تجينا عروض صح قليله جدا يعني مقارنه بالسعر المعروض. الناس بعدها تريد اكيد تحصل افضل سعر كمشتري, لانه السوق هو في مصلحه المشترين, فمن حقهم انه يتفاوضون ويحصلون افضل سعر. بس هي النقطه اللي يمكن الاحظ اكثر المشترين اليوم يفكرون بها, انه هو يريد يحقق هاي المعادله مال انه انا اشتري بافضل سعر بافضل نسبه فائده. لا بس هي المشكله انت صعب. المشكله انه انت من توصل الى افضل نسبه فائده ما حيكون افضل السعر سعر. هو ما راح يكون افضل سعر. افضل سعر هو الشخص حصله يمكن قبل 60 يوم من اخر نزول نسبه الفائده. هذا فرق نزار الفائده اللي حتندفع من هون لسنه فرضا, اكيد من هون لسنه حتحصل الامور. الفرق لا يذكر. قد يكون 100-150 دولار بالشهر, لكن فرق صار الشراء حيكون قد يكون مئات الالاف. طريقه قياسي للامور قد تكون مختلفه. انت تقيس على الشوينجز, انا اقيس على البري ابروفلز. ف البري ابروفلز اللي هي الناس اللي تقدم معاملات على موافقه مبدئيه للقرار. كميه الموافقات المبدئيه والبري ابروفلز اللي موجوده, وكميه الناس اللي كان عندها مثلا كنا مؤهليها وصار اكسباير, فالكثير من هذول الناس اللي يرجعون الان يقول نقدر نعيد التاهيل حتى نكون جاهزين. بعدني انا ما يقول لك انه هو راح يتحرك, لكن يجهز حاله. اي اريد اكون جاهز, اريد اكون جاهز. معناته بده يبحث. هذا معناته بده يشوف على الانترنت, وهيز مونيتورينج ا سيرتن اريا ولا سيرتن بلوك, ويريد يدخل لهذا البلوك ويريد يكون جاهز تحسبا. لأنه لما نشوف إنه بدأت حركة, إذا تذكرون بداية كوفيد لما قالوا الكل روح واقعد بالبيت خلاص سكر وقف, الكثير من الناس السوق وقف لفترة معينة, فترة كثير صغيرة, كلش صغيرة. وأنا أنا أنا اشتريت المكان اللي عايش فيه تلك الفترة. تتذكر أنا نفس الفترة. الأسبوع اللي أنا اشتريت فيه كان الفرق بين إنه البيت اللي معروض صار لثلاثة أشهر مدى يتحرك without any showings without anything to multiple offers. So غالبا ما يصير الكلام, وأنا أقول للمشترين إنه التغيير عادة السرعة مالته راح ما تسمح لك إنه you react to it. If you want to win, إذا تريد تغلب الماركت you have to be proactive. اتصور اللي دي وقف عملية الترانزاكشن من الحدوث هو انه في فجوة بين عقلية البائع وعقلية المشتري بالوقت الحالي, وحتى تتم العملية لازم هاي الفجوة تصير فيها توازن. المشتري يعتقد انه it's a buyer's market وهو هذا الصحيح, فانا I should get a discount, لازم يكون البيت اللي دا اشتري بسعر لقطه مثل ما الباع. اذا هو مو من الفئه اللي مجبوره بتبيع حاليا ما مجبور يبيع. انا الكثير من هاي البيوت, جبنا المثال ذاك اليوم بالكلام,
البيوت الأقدم اللي كانت تنهدم وتبني بيوت الأمور كاملة. غالبا هاي البيوت خصوصا إذا شخص يملكها لفترة طويلة mortgage free مدفوعة كاش. هذا الشخص ما هو مضطر ينتظر سنة ثانية ينتظر. فلحد ما يصير هذا التحرك لازم واحدة من هاي الفئات أو اثنيناتهم يصير كومبرومايز يعني تسهيل بالمنتاليتي إنه حتى يصير هذا البالانس. and I think at that point هو هذا اللي راح يسوي الفرنسي بالماركت اللي عاد. أحد المشاكل اللي تأثر على الموضوع اللي عم تحكي عليه أنت هو إنه سواء المشترين أو البائعين بيستمعوا لناس غير بروفيشنالز ما هن المختصين بهالمجال. قال لي جاري إنه اليوم بيتك بيسوى هيك وحرام تبيعه بهيك. هذه رياليتي ما ممكن نهرب منها. قال لي صاحبي إنه الأسعار حتنزل. قال لي حتطلع. اسألوا المختصين يا جماعة رجعونا اسألونا. أكيد المختصين هم أكثر خبرة بهذا الموضوع نظرا لأنه هم يحتكون بصورة يومية وهو هذا عملهم. طبعا أكو فئة تقول لك لا أنت كشخص تعمل بهذا المجال conflict of interest أنت من تريد الناس تشتري تريد الناس تشتري. أنا بالحقيقة أسف المقاطعة يعني لا يعني اريد اشجع الناس انه كلكم روح اشتروا ولا اريد اشجع الناس انه لا انتم كلكم روح بيعوا. هي مو هالشكل القصه اطلاقا. فكره انه انت اذا انت محتاج ان تسكن وانت عندك الدخل الكافي لاهلك انه تسد قيمه دفعاتك الشهريه وانت تصير دفعتك الشهريه مثلا قريبه على قيمه الايجار اللي انت تدفعها وانت باقي في هذا البلد مختار هذا البلد كوطن لك واولادك بالمدارس وانت ناوي انه تعيش هنا الفتره طويله او يمكن طول عمرك فاكيد خيار الشراء مناسب بالنسبه لك. انا هالشكل اشوفه بغض النظر على انه اليوم نسبه الفائده اقل بربع نقطه او بنص نقطه او غيره. انا رايي انه الكثير من الناس اكو مس جادجمنت بالموضوع يعتقدون انه عمل العقاري كل الوكلاء العقاريين بس يريدون نشتري او بس يريدون نبيع. هاي العقليه هي ترانزاكشنال. اكو فرق بين حتى بالمبيعات اكو ترانزاكشنال يعني ترانزاكشنز واكو ريليشن شيب ترانزاكشنز. انا برايي اللي يشتغل بسعر بالسوق بالامور العقاريه وهذا يبني البراكتس تبع على الريليشن شيب مو على الترانزاكشن. لانه اي شخص انت ممكن تسوي له ترانزاكشن تشتري له بيت او تبيع له بيت لكن اذا انت ما سويت الشيء بنظر هذا الشخص اللي امن على مصلحته ومصلحة عائلته في المرة القادمة راح يروح لشخص آخر يستعين بشخص آخر. ماكو شخصين عندهم نفس الفاينانشال دي ان اي. كون هشام اليوم يقدر يشتري هذا لا يعني انه ريد يقدر يشتري او اذا نزار صحيح انه يبيع هذا لا يعني انه ريد لازم يبيع بنفس الوقت. كل حالة خاصة بحد ذاتها كل حالة لها خاصة خصوصيتها. لذلك انا اتصور انه العقليه او الاشخاص لازم يتفهمون انه شغل الناس العقاريين او شغل الشخص بالمورجج او هو مبني على علاقه طويله الامد. اذا انا ما اعتنيت وما بنيت الريليشن شيب وما بنيت العلاقه بحيث انت تصير ادفوكيت لي وللبراند تبعي انه انت تخبر أصدقائك إنه هذا الشخص بحيث أقدر أبني على هذه العلاقة وأقدر أكسب ثقتك ما راح تفوز هاي العلاقة. ملاحظة صغيرة أحياناً إحنا ننطي النصيحة مثلاً ريد حالياً في مجال قروض العقارية يجي له الزبون يطلب نصيحته إنه أخذ اليوم نسبة فائدة ثابتة أو متغيرة في ظل المعطيات الحالية مثلاً أو في الوقت المعين اللي هو سأله هذا السؤال انطاله نصيحة معينة قد انه تتغير الاحداث بالمستقبل ونسبة الفائدة مثلا هو اختار متغير في وقت معين كان هو اقل شيء وكان فرق بينه وبين الثابت مثلا ضعف تقريبا صح ولا لا؟ كان متغير 1.5% والثابت 3% صح. ففي ذلك الوقت نصحه انه يختار متغير لانه ينطي له المرونة بالبيع ينطي له الدفعة الشهرية الاقل ويسهل عليه ايضا الموافقة على الحصول على القرض. هذا الشخص بعد عنده الحريه هو انه يثبت بالمستقبل من شاف نسبه الفائده تصعد. بس اذا هو هذا الشخص ما ثبت وظل ينتظر وبعدين صارت عليه نسبه الفائده 4-5 اضعاف السعر اللي هو اخذ به مو يجي يلوم ريد لانه انطال يقول له انت انطيتني نصيحه خطا. هو انطال نصيحه اللي كانت مناسبه في تلك اللحظه
صح لا لا؟ مع ثبات العوامل الأخرى. مع ثبات العوامل الأخرى، وهذا الكلام ينطبق أيضا على الوكيل العقاري، إنه إحنا ننطي آراءنا، ننطي نصيحات، ننطي الأفكار اللي عندنا، بس أنت اللي تحدد وأنت اللي تتخذ القرار. So we make مثلا we make our decisions based on the best available information at the time of making that decision. صحيح. ما حل عندك كرة سحرية. لا ولا نعرف إيش راح يصير. لا يوجد كرة سحرية ولا يوجد أكو نكتة على الاقتصاديين يقول لك ليش الاقتصاديين دائما يحتاجون ديانات اثنين؟ لأنه الاقتصادي الإيكونومست usually يحكي وياك ساعة ويبدي الكلام on one hand، بس بعد ساعة من الكلام و explaining والسيناريوهات ها يقول لك on the other hand. تعرف شلون؟ بعوامل غير ثابتة، في عوامل تغير أمور كثيرة. شوف احنا هذا موضوع نصيحة الريت وشنو نوع الريت اللي تاخذه في هذه الانفايرمنت خصوصا. الكثير من الناس ريت اني الكلوزنج مالتي يوم 22/10، يوم 23 اكو اناونسمنت، اخر الكلوزنج شوية حتى احصل ريت اقل، اخذ فاريبل وبعدين اسوي. يا جماعة لو كنت انت شخص تريد تعرف ايش قد من الدفعة مالتك راح تروح برينسيبل وايش قد راح يكون في انترست وتكون محافظ على وبنيت هذا القرار بناء على دخلك اليوم واللايف ستايل اللي انت عايشه وتحب يصير عندك هذا الكوشن من الامان، اذا والبيت برايمري ريزيدنس انت هذا البيت للسكن وتعيش بيه وهاي الامور خذ فيكس. إذا أنت شخص ثابت، إذا أنت شخص إذا مستثمر قد يكون بناء على استراتيجية الاستثمار مالتك، قد أنت تكون شخص غير مكترث لنسبة الفائدة لأنه أنت عندك دخل من أمور أخرى، حتى عندك دخل عالي تريد تستعمل هذا العقار كشلتر إنه تقلل من البراكت، تريد تراوي بخسارات، أخذ فاريبل على 20% حتى end of the day. بهاي الحالة هذا الشخص يستفاد منه. كل شخص لازم يبني هذا الموضوع على حالته وقدرته، وبعد أن يتكلم مع الناس المختصين. عملنا إحنا بصورة عامة مو مسؤوليتي إنه أنا أقول لك أخذ ثابت ولا فاريبل. مسؤوليتي هو أني أشرح لك الفرق بين الاثنين. وأنت تأخذ القرار بنفسك. أقول لك شنو الإيجابيات والسلبيات. وانت تاخذ القرار بنفسك، لانه مثل ما قلتوا انه لا احد يمتلك العصا السحريه حتى يعرف شنو راح يصير ما حد كان يعرف انه راح يجي فيروس يقعدنا يوقف هذا القطار البخاري اللي كان انا اشبه دائما سوق العقارات بالقطار البخاري، كان يتحرك بمومنتوم جدا عالي وعلى غفله جر الهاند بريك وقف هذا الانترست ريت. نعم. وموضوع 10% اليوم انا اذا بدي اشتري بيت 1,700,000، انا عندي سؤالين في الحياه. اليوم اذا بدي اشتري بيت 1,700,000 وبدي احط 10% بس، ما بحسن اشتري الا في طريقه انه ادفع 10% بعدين جزء ثاني اكثر من هيك وبحسن اشتري. الحقيقه اذا كان سعر البيت 1,700,000 فلنفرض جدلا 1,700,000 فانت لا يحق لك ان تشتري يعني اول 1.5 مليون ما بتكون 10% والباقي ابدا. لا الكلام هنا على قروض مؤمن عليها مقابل قروض غير مؤمن عليها. يعني أنت عم تدخل منتجين مع بعض؟ لا، فالمليون ونص هي القيمة الأقصى لأن تأخذ قرض مؤمن عليها اللي هو CMHC. إذا صار العقار سعره 1.5 مليون دولار غير CMHC، لأنه دائما لما يكون insured mortgage CMHC هي شركة التأمين Crown Corporation اللي تعمل هذا الشيء للناس اللي ما عندهم familiarity with. فلما تأخذ قرض مؤمن عليه أنت تتطلب بالحقيقة موافقتين على القرض، الموافقة من الممول البنك والموافقة من الانشورنس كومباني اللي هي CMHC أو سيج أو واحدة من هذه شركة التأمين، شركة التأمين الحكومية. لما يكون سعر العقار اكثر من 1.5 مليون راح يجيك ديكلاين من شركه التامين، يعني هذا غير خاطئ، لازم تحط 20% فقط. السؤال الثاني،
إذا بدك تحول من بنك لبنك وعندك تجديد مورجيج حالياً. نعم. أنت قلت إنه شالوا ستريس تيست، بس الكواليفيكيشن ستيل إن بروسس موجودة. موجودة. هواي ناس بالكلام على هذا التغيير بالذات قالوا يعني مو في التغيير كبير هذا، ما يشوفون الأهمية من هذا التغيير. بالحقيقة هو جدا مهم، لأنه أكو ناس الآن بمثابة الأسرى عند الممول الحالي، يعرف أنه صح. هذا الشخص لا يمكن له أن يروح لأي ممول آخر بالوقت الحالي، فالبنك يستغل هذه طبعاً يستغل يجي الممول ينطي مثلاً نسبة فائدة عالية وأنت مضطر أن تقبلها، لأن ما عندك خيار آخر. ما عندك خيار. بس اليوم من شالوا الستريس تيست من تجي تحول من بنك إلى بنك ثاني، أنت صار عندك الخيار أنه تجي تقول للبنك اللي أنت وياه حالياً أنه أنا عندي عرض أفضل من بنك ثاني. صار شفت بالباور 100%. صار شفت بالباور، الباور صارت من إيد الممول إلى أكثر نسبة من هاي القوة بيد المستهلك. المستهلك الآن عنده، لأنه غالباً خصوصاً بعملية تحويل الممول بين الممولين تكون البنوك عندها عروض، يعني أنت مو يجي وقت التجديد you sign on the dotted line، توقع على الورقة اللي حطوها أمامك. لا، أنت الآن عندك خيارات، البنوك تعطيك كاش باك لما تحول، البنوك تتكفل بعملية التحويل من A to Z، قد لا يدفعون البنط لأنه هي في فترة الماتشوريتي، خلص انتهاء العقد بينك وبين الممول الحالي، لكن هناك legal fees, appraisal fees, administration fees، هاي كلها عادة، أنا أتكلم عن RBC لأنه أنا موظف بهذا البنك، RBC يتكفل بها. لذلك أنا أشوفها قد تكون من 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 الذكاء إنه عدم بعد انتهاء المدة أبحث عن ممول آخر، وبنفس الامورتايزيشن اللي باقي عليك حتى لا ترجع تسوي الامورتايزيشن تعيده، يعني مثلا اشتريت عدد سنوات الاستهلاك، فانت اشتريت بيت على 30 سنه، اخذت عقد 5 سنوات مع الممول، خلصت الخمس سنوات حولت الى بنك اخر، لا ترجع ل 30 سنه، كمل من ال 25 سنه فما دون، وظل كرر هاي العمليه، استفاد من اي اذا كانت هناك سيوله نقديه استفاد. ونرجع لموضوع الريت، الحقيقه الكثير من الناس يركزون ما هي النسبه وينسون المبلغ اللي راح يندفع كفائده او تكلفه هذا القرض. صح. هذا هو المهم وليس النسبه، النسبه موجوده 3 سنوات، سنتين، 5 سنوات، ما حد يعرف المستقبل كم راح تكون هاي النسبه، لكن واجبك انت كمستهلك انه تقلل من هاي التكاليف على نفسك، لذلك تستفاد من prepayment options, double payments, increase your payment, زيد من الدفعة مالتك الشهرية للبرينسيبل، استعمل اللم سم، قد البنوك تسمح لك 10% بالسنة، بنوك تسمح لك 20%، لكن انت ما مجبور تحط هذا المبلغ، فحتى لو حطيت 2% او 3% هذا يقلل من البرينسيبل ويسرع من عملية تسديدك الى المورجج. الكثير من الناس اشوفها انه it follows the trend rather than يعني لأنه ما بيسألوا بالضبط، يعني انت او ما يدخل بالتفاصيل ويجي الورقة من البنك يوقعها بالضبط خلاص. فلا، افهم الموضوع، افهم عملية التمويل حتى انت تعرف تخطط كيف انه تستعمل هاي العملية لفائدتك وليس لفائدة الممول. طيب عندي سؤال اخير طرفي، كلاينت اشترى بيت على 10%. نعم. طبعا في نسبة انشورنس معينة للسي ام اتش سي. نعم. انضافت على القرض وتقسمت على السنوات، حب بعد سنتين يحول على 20% مشان يخفف الدفعة، شو الخسارات تبعه بهالحالة؟ يعني الانشورنس بيكون مستحق بالكامل عليه اذا بده، يعني كبنالتي اذا بده يحول. نعم. سو الانشورنس بريميوم هو مضاف الى القرض، الى قيمة البرينسيبل، فلما تيجي انت لنفترض انه صار صعود في الماركت وصارت اكويتي بما فيه الكفاية انه الان لا يحتاج انه او صار عندي دخل، يعني التحويل لاي سبب او صار عندك دخل او تريد تضيف او تقلل من القرض، بهذه الحالة البريميوم او الانشورنس هو مضاف الى البرينسيبل، فلما تيجي تريد تسوي، لما يجي ممول اخر ويريد يسوي باي اوت، يطلب الباي اوت ستيتمنت من الممول الحالي، الممول الحالي راح يعطيه المبلغ ككل انكلودينج الانشورنس بريميوم. لذلك
أنا برأيي صحيح أنت لما تأخذ insured mortgage يكون الانترست ريت أقل، لكن أنت إذا تدفع بريميوم أي مثلا بيت قيمته 700,000 حيكون 30,000 ماكسيم، وتخلي من عنده 10% 70,000 يعني قيمة القرض التأمين 19,530. هاي 19,000 هاي 19,000 أشبه بأنه أنت لزمتها ويلت ات اب اون فاير. هذا سؤالي، فهذه يوم اللي بدك تغير او بدك تبيع هذه خلاص خلاص انتهت، يعني وكانه انت مقترض 650 في هذه الحاله بدل ما انت مقترض 630. يعني انت حط اذا حطيت 10% داون بيمنت فعليا كاني حطيت 13%. صحيح صحيح. لذلك انا مره كان عندي كيس عندي كلاينت بده يحط 15%، ف 15 مثل ال 20 بهيك حالي حال بقول له كملها، لكن أجل هو الدفعة الأولى على مدى هالسنوات هذه. أرجل شوف أنا دائما السيناريو مال 15% و 16% اللي هم يجون أقول له إنه يعني هاي 4% حاول تحصل عليها بأي طريقة بأي طريقة، لأنه 4% اللي ما راح تدفعها يعني ما راح ترجع، لا هي ملكية بالبيت ولا هي التكلفة مالت الانترست ريت هي يعني منطقية من تقارنها. فإذا أنت في شخص almost at 20% يعني سوي اللي تقدر عليه حتى توصل إلى 20% حتى صح. تتجنب هذا الموضوع. إذا أنت بعيد عن 20% إذا أنت تدور شيء تحت 500 وعندك بس 5% هاي قصة ثانية، لأن أنت بعيد جدا عن 20%. إذا أنت بالعشرة بالمية مثلاً وعندك دخل عالي وتدور على شيء أيضاً قيمته عالية قريبة على 1.5 مليون، أيضاً أنت الفرق بين 10% والعشرين بالمية مبلغ كبير جداً صعب تدبره. بس إذا أنت مثلاً واصل 15% أو 16% بعد لك مبلغ بسيط جداً حتى توصل للعشرين بالمية اللي هي الدفعة المقدمة المثالية حتى تشتري بيها بيت بكندا عن طريق القرض العقاري، حاول ترتب او تدبر هذا المبلغ الاضافي من اخ من صديق من لاين اوف كريدت من اي مصدر بحيث انه تاخذها وتسددها بشكل منفصل الحين ما يعني تخلصها وتدفعها بالكامل، افضل من انه تروح على القروض المؤمنه اوفر لك 100% من انه تروح على هذه القروض المؤمنه اللي هي انا اشوف حاليا التغييرات هذه اللي كلها اللي ذكرتها انا اشوفها كلها في مصلحه الديفلوبرز المطورين العقاريين حتى يحركون هذه الانفنتوري الكبيره جدا اللي مدى تنباع، وحتى بنفس الوقت ينطون بلكي يصير حافز للناس انه تشتري حتى المطور العقاري يبدي يبني. لان انت من الحكومه الكنديه كل يعني قراراتها او تصريحاتها انه احنا نريد نشجع على البناء حتى نوفر وحدات سكنيه اكثر حتى توازي الطلب الكبير اللي موجود او تخلي عدد اكبر من الناس يصير عندهم يعني ملك، لكن بنفس الوقت في مثل هذه البيئة الحالية المطور العقاري ما يقدر يبني لأنه السوق ما كان تصاعدي، وبنفس الوقت نسبة الفائدة عالية تكلفة البناء عالية، فالمطور العقاري ما عنده الحافز أنه يبني والناس ما عنده الحافز أنه تشتري. فبدأت الحكومة تسوي مثل هذه القرارات حتى تحفز المطور العقاري أن يبنون والناس بلكي يشترون. أي بس أريد أوضح شغلة أنه عملية القروض المؤمنة ما زالت هي وسيلة جيدة للفيرست تايم هوم بايرز انه يدخل الماركت هذا طبعا الشراء. أكيد. فاحنا بس نتكلم على الشخص اللي عنده قد تكون عنده خيارات متعددة بحيث يقدر يا اما يشتري ب 10% او عنده اكسس الى كاش او سيفينجز، لانه يعني تجيك حالات انه شخص عنده الكاش لكن يقول لك انا فيرست تايم هوم باير واريد اشتري ب 10% ما اريد اشتري او اريد اشتري ب 5% لو بدي اشتري. سالني جاب قبل شويه على المليون البيت المليون 700 وكيف يصير التيرنج. ما زال التيرنج هو نفسه، اول 500,000 هي 5% والمليون للمليون ونص هي 10%. اوكي ما تغير لحد الان. هل راح يغيروها بالمستقبل؟ يعني مو كل المبلغ 10%، مو كل المبلغ 10، اول 500,000 5% فقط يعني نرجع تقريبا اي 8 وشوي يعني احنا اذا نتكلم 5% من 500,000 هاي 25,000
والمليون 10% من عندها 100 بما معناه 125 ألف داون بيمنت حتى تشتري بيت المليون ونص على القوانين الجديدة. ممتاز. شكرا جزيلا رايد على المعلومات هذه كلها. هشام إذا عندك شيء آخر ضيفه وتحب نسأل رايد أسئلة متكررة شيء أدميل و... لا بس بدي أضيف نقطة صغيرة بس يعني يمكن نطلع عن إطار المورجج. ذكرت نزار أنت على موضوع الأسعار وموضوع الشيء الحقيقة أنا اللي بشوفه إنه شيء أي سلعة موجودة في السوق بيحددها أحد عوامل تحديد السعر هو الكلفة. اليوم أنا كواحد بيبني أو بعمل رينوفيشن وبيع أنا بقول لك شغلي إنه اليوم البيوت عم تنباع بأقل من كلفة عمارة. يمكن حكيناها قبل مرة وبعيدة. فلأيمتى هذا الموضوع ده؟ يعني أنا اليوم بشتري بيت مليون ونص إذا بدي عمره من أول جديد كلفني مليون ميتين وين ثمن الأرض؟ تمام الأرض 600-700 ألف. البيوت فعليا عم تنباع بأقل من ما ممكن إنه تكلف إذا بنيتها جديدة. هذه نقطة لازم كمان نأخذها بعين الاعتبار. وكل القوانين مثل ما ذكرت عم تطلع حاليا عم توجه السوق نحو التحريك. لذلك نأمل إن شاء الله وتعالى نشوفكم المرات الجاية وتكون الأمور بحالات أحسن. شكرا لك. شكرا.